بدأت المرحلة الأولى لمشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1997 بتمويل من البنك الدولي قدره 35 مليون دولار، ونجح المشروع في تنفيذ 24 مشروعا بيئيا. وفي عام 2007 بدأت المرحلة الثانية للمشروع بتمويل قدره 173 مليون دولار بالتعاون مع شركاء التنمية، وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك لتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية في إقليم القاهرة الكبرى والأسكندرية عن طريق الحصول على قروض ميسرة تشمل 20% منحة من التكلفة الاستثمارية للمشروع. واحنا بنتكلم على مشروع التحكم في التلوث الصناعي فإن الحديث يطول، لأن هو قصة نجاح مستمرة عبر 15 سنة وهتستمر كمان في الفترة القادمة. EPAP and PPSI have been major pollution abatement initiatives of the Ministry of Environment. Both projects have been managed by EAA with the National Bank of Egypt as the apex bank. Both programs have generated strong demand from industry. In EPAP alone, there have been 130 applications with loan requests exceeding $500 million. In the end, EPAP supported 36 projects with loans of $173 million, and in PPSI, 66 projects were supported with grants of more than 7 million euros. احنا بنتكلم مشروع الحد من التلوث الصناعي بمراحله الاولى والثانيه، ده كان انا بعتبر ان هو احد قصص النجاح اللي عملها جهاز شؤون البيئه في مجال مكافحه التلوث من قطاع الصناعه. المشروع يمثل نموذج للشراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مع البنوك والجهات الدوليه المانحه او الجهات الدوليه المموله. الحقيقه المشروع اشتغل مع البنك الاهلي المصري اللي هو الشريك الرئيسي في هذه المنظومه اللي هو البنك المحلي، في ايجاد منظومه او اليه لتمويل المشروعات البيئيه. اذا حاولنا ان احنا نتكلم على الاثر، ما هو اثر المشروع فيما يتعلق بالهواء والمياه وهو اهم عناصر النظام البيئي اللي احنا بنتعامل معاه، فهنلاقي ان الهواء من اهم الملوثات في الهواء زي ما حضراتكم عارفين، وهي الاتربه العالقه، وهي دي مشكلتنا الاساسيه، هو الاتربه العالقه في الهواء. فهنلاقي ان في المصانع اللي احنا اشتغلنا فيها نزلنا الحمل التلوث بالاتربه العالقه بنسبه 93%. بالاضافه لكده لو بصينا على مستوى اقليمي هنلاقي ان في منطقه طرة لوحدها قدرنا ان احنا نقلل الحمل بالتلوث الأتربة العالقة بمقدار 62 ألف طن سنويا. نفس الاتجاه هنلاقيه بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو من أحدى الملوثات الهامة اللي قدرنا أن احنا نخفض الحمل التلوث من المصانع اللي احنا اشتغلنا معاها بنسبة 84%. وفي نفس الوقت لو بصينا لمنطقة حلوان الصناعية بنلاقي أن احنا قللنا الحمل بس في منطقة حلوان الصناعية ب 18 ألف طن سنويا. اللي استفاد من كده حوالي مليون نسمة يعيشون في منطقة حلوان ومنطقة طرة الصناعية، وبالتالي فإحنا بنشوف إن هذا هو الأثر الأهم من ناحية الاستثمار. There has been a significant reduction in the pollution load. In fact, in most projects, it is greater than 90% reduction in particulates, in SO2 and wastewater discharges. نجح المشروع في تنفيذ عدد 36 مشروعا بيئيا في 27 شركة بإجمالي استثمارات تبلغ 324 مليون دولار، كان نصيب مشاركة المشروع منها 173 مليون دولار، وذلك بهدف منع التلوث وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات. وقد نجح المشروع في تحسين جودة البيئة المحيطة ببعض المناطق التي عانت في السابق من أحمال التلوث، وقد أشارت تقارير حالة البيئة ومحطات الرصد في بعض المناطق المجاورة لهذه الصناعات بتحسن في نوعية الهواء وبعض المسطحات المائية. الجزء الآخر خاص بالمياه وصرف المخلفات الصناعية السائلة، واللي احنا ركزنا في هذه الفترة المرحلة الثانية ركزنا على الصرف في المصارف، إن شاء الله في المرحلة الثالثة هنركز على
الترع وإن شاء الله على البحيرات بقدر الإمكان. فهنلاقي أن المخلفات السائلة استطعنا أن احنا نخفض حجم المخلفات السائلة اللي بتطلع من المصانع اشتغلنا معها بحوالي 93%. الأثر على العمال، تم خلق 45,000 فرصة عمل، وده بيثبت أن مشروعات التحكم في التلوث الصناعي ومشروعات البيئة بصفة عامة مشروعات مولدة لفرص العمل، وهو شيء طبعا مع معدلات البطالة الموجودة في مصر دلوقتي شيء من الأهمية بمكان. الأثر الثاني هو الأثر على المجتمعات المحلية بصفة عامة. احنا صممنا نموذج وتم بخلال هذا النموذج ان احنا نقيس قبل وبعد، والبيانات بتقول لنا ان في انخفاض في تركيز الأتربة العالقة من 201 مايكروغرام للمتر المكعب الى 15 مايكروغرام للمتر المكعب في منطقة عرب ابو ساعد اللي وهي المنطقة عشوائية وصناعية شهيرة بحلوان. احنا حطينا اولويات واحنا بنحط هذه المشروعات، كان اولوياتنا في اثناء تنفيذ المرحلة الثانية هو تلوث الهواء، ولذلك تم استهداف الصناعات الكبرى الملوثة للهواء، بحيث ان عندنا 60% من قيمة التمويل راح لمشروعات لتلوث الهواء، 29% راح لمشروعات في تلوث المياه. تلوث المياه احنا كنا مركزين على نقطة ساخنة في على البحر المتوسط وهي بحيرة مريوط، وركزنا فيها علشان نخفض احمال التلوث في هذه المنطقة من الشركات الصناعية اللي بتلوث بحيرة مريوط، زائد كان في حوالي 9% من تجمال التمويل كان موجه للحد من المخلفات الصلبة الصناعية و3% لتحسين بيئة العمل. خط إنتاج جديد لصناعة الجلوكوز بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز. وتتمثل مشكلة الشركة في تدهور وحدة الجلوكوز والتي كان يستخدم بها حمض الهيدروكلوريك يدويا لتحميض محلول النشا، مما يؤدي إلى زيادة تركيزات الحمض في بيئة العمل إلى 15 جزءا في المليون مقابل الحد المسموح به وهو 5 أجزاء من المليون. قام المشروع بدعم الشركة لإنشاء الخط الجديد بالوسائل التكنولوجية الحديثة دون الحاجة لاستخدام حامض الهيدروكلوريك، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 17.6 مليون دولار. ساهم فيها مشروع التحكم في التلوث الصناعي ب 11 مليون دولار منها 20% منحة. ساهم الخط الجديد في تحسين بيئة العمل بالمصنع من خلال التخلص من الأبخرة الحامضية وكذا خفض كمية مياه الصرف الصناعي من 1440 متر مكعب يوميا إلى 180 متر مكعب يوميا، كما تم خفض أحمال التلوث الناتجة من وحدة الجلوكوز، وذلك بخفض كمية الأكسجين الكيميائي المستهلك من 4752 طن سنويا إلى 37 طن سنويا بفارق أكثر من 95%. أيضا تم خفض الأكسجين الحيوي الممتص من 3231 طن سنويا إلى 23.5 طن سنويا بفارق 3430 طن سنويا. مشروع خفض انبعاثات الأتربة من خط إنتاج الكلينكر لشركة العامرية للأسمنت. يوجد بشركة العامرية للأسمنت خطين لإنتاج الأسمنت بالطريقة الجافة بطاقة إنتاجية 3300 طن لكل خط، وتتمثل المشكلة البيئية في ارتفاع تركيز الأتربة بالخط الأول عن حدود القانون. وقام مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتقديم الدعم من خلال استبدال المرسبات الإلكتروستاتيكية القائمة بفلاتر نسيجية لخفض معدل انبعاثات الجسيمات أقل من 20 ميلي جرام للمتر المكعب، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7.8 مليون دولار. وقد ساهم مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل قدره 6 مليون دولار بمنحة قدرها 20%. الفوائد البيئية: خفض حمل التلوث بنسبة 95% من 1190 طن إلى 15 طن سنويا، وكانت كمية الخفض 1175 طن سنويا.
تحويل الوقود المستخدم بالأفران من المازوت إلى الغاز الطبيعي بمصانع الطوب الطفلي بعرب أبو ساعد لعدد 186 مصنع. تعد منطقة عرب أبو ساعد من المناطق الهامة والحيوية في صناعة الطوب الطفلي بجمهورية مصر العربية، حيث يمثل إنتاج الطوب بها حوالي 40% من إجمالي إنتاج الطوب في مصر. تقع منطقة عرب أبو ساعد على بعد 40 كيلومتر جنوب القاهرة، وتتميز المنطقة بوجود أكثر من 250 مصنع طوب طفلي، والتي تمثل أكبر تجمع لمصانع الطوب بمصر. وتتمثل المشكلة البيئية لهذه المنطقة في استخدام المازوت في أفران مصانع الطوب، حيث تؤدي إلى زيادة الانبعاثات الغازية الضارة بإقليم القاهرة الكبرى. قام مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتقديم الدعم لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد لتحويل الوقود المستخدم داخل الأفران من المازوت إلى الغاز الطبيعي. يشمل تنفيذ المشروع الآتي: تنفيذ أعمال الشبكة الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز الطبيعي، واستبدال الولاعات المستخدمة داخل أفران المصانع بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي. استهدف المشروع خفض مستوى أحمال التلوث البيئي الناتج عن حرق المازوت داخل أفران مصانع الطوب. كما ساهم المشروع في الحد من ظاهرة تغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تصل إلى 27 ألف طن سنوي من الغاز ثاني أكسيد الكربون. الحقيقة المرحلة الثالثة إن شاء الله هيبقى التمويل بتاعها 145 مليون يورو، وهيتم زي ما أشرنا هتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت اللي بيتم صبها على المجاري المائية، وده إن شاء الله هيخلي وزارة البيئة تضع مزيد من الاستثمارات في مجال العمل البيئي لمواجهة ظاهرة من الظواهر أو مشكلة من المشكلات البيئية اللي بتواجهنا، وهي مشكلة تلوث المجاري المائية، وده كله لمصلحة المواطن المصري ولمصلحة بلدنا مصر الغالية علينا كلنا. مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي PPSI 2008-2015. نشأ المشروع عام 2008 بالتعاون المشترك بين بنك التعمير الألماني KfW والحكومة المصرية متمثلة في وزارة البيئة، والتي يقع على عاتقها إدارة المشروع. ويقوم المشروع بتمويل مشروعات مكافحة التلوث الصناعي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على السواء. واستهدف المشروع محافظات الدلتا والوجه القبلي كأولوية من خلال منحة تقدر ب 30% للصناعات الصغيرة والمتوسطة و 20% للصناعات الكبرى من إجمالي الاستثمارات للمشروعات البيئية داخل كل منشأة. نجح المشروع في تنفيذ عدد 66 مشروع بيئي في عدد 60 شركة بإجمالي استثمارات تفوق 27.5 مليون يورو، جميعها لمشروعات بيئية بهدف منع تلوث الهواء وتحسين نوعية مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات. كما أدت هذه المشروعات إلى دعم العديد من المنشآت الصغيرة وتحديث التكنولوجيات المستخدمة بها. شركة إسماعيلية مصر للدواجن بمحافظة الإسماعيلية. قام المشروع بدعم شركة إسماعيلية مصر للدواجن بمحافظة الإسماعيلية في تنفيذ مشروعات استبدال المجزر اليدوي بآخر آلي، وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تركيب وحدات لمعالجة المخلفات الصلبة. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 15 مليون جنيه مصري، بمنحة قدرها 3.3 مليون جنيه، مقدمة من مشروع حماية البيئة PPSI. وقد حققت المشروعات الوصول إلى التوافق البيئي لمياه الصرف الصناعي، كذلك تقليل أحمال التلوث الخاصة بالأكسجين الحيوي الممتص بمقدار 80 طن سنويا، كما قامت بتقليل الأكسجين الكيميائي الممتص بمقدار 230 طن سنويا، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة بمقدار 50 طن سنويا، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة. الشركة المصرية للأملاح والمعادن إيميسال. تتبع الشركة المصرية للأملاح والمعادن إيميسال القطاع الخاص، وتقع الشركة على الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة قارون.
وقد تم إنشاء الشركة بهدف الحفاظ على الحياة المائية في بحيرة قارون من خلال خفض تركيز الأملاح الموجودة بها والتي كانت في تزايد مستمر، وذلك باستخراج وإنتاج الأملاح المختلفة من مياه البحيرة وإعادة ضخ المياه بتركيز أملاح أقل. نفذ مشروع حماية البيئة مشروعات عملاقة بالشركة المصرية للأملاح والمعادن إيميسال متمثلة في إنشاء مصنع إنتاج أملاح الفاكيوم عالي النقاوة وكبريتات المغنيسيوم اللامائية للتخلص من النفايات السائلة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الملح الطبي لإعادة تدوير المخلفات الصلبة من ملح كلوريد الصوديوم، بالإضافة إلى مشروع ميكنة خط التعبئة للتخلص من مواد التعبئة. وقد بلغت التكلفة الكلية للمشروع 55 مليون جنيه مصري ومنحة تقدر ب 900 ألف يورو. وتهدف المشروعات إلى المحافظة على تركيز الملح ببحيرة قارون مما يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية والحفاظ على التوازن البيئي بالبحيرة، كما يؤدي إلى تحسين ظروف العمل من خلال التخلص من المخلفات الصلبة الناتجة من عملية التعبئة اليدوية. شركة الأمل لتصنيع السيارات بمدينة العاشر من رمضان. قام المشروع بدعم شركة الأمل لتصنيع السيارات بمدينة العاشر من رمضان لتنفيذ مشروعات استبدال خط الدهان القديم بآخر جديد شاملا المعالجة الأولية والدهان، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصناعي، حيث بلغ حجم الاستثمارات للمشروع حوالي 13 مليون جنيه، وقد تم دعم الشركة بمنحة قدرها حوالي 2 مليون جنيه. ويهدف المشروع إلى ترشيد استخدام المياه بمعدل 163 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث بنحو 99% والوصول إلى التوافق البيئي بالنسبة إلى صرف المخلفات الصناعية السائلة، حيث تم تخفيض الأحمال السنوية إلى 385 طن من الأكسجين الحيوي الممتص و295 طن من الأكسجين الكيميائي المستهلك و3.5 طن من المعادن الثقيلة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وصحة العاملين. It has been a pleasure to be involved in both projects and I'm sure they will demonstrate clearly the benefits of investing in pollution abatement. Thank you. أشكر كل اللي شاركوا في قصة نجاح هذا المشروع في المرحلة الأولى والثانية، من أول أصغر موظف الأوفيس بوي والسواقين وأنا السواقين للسادة المسؤولين عن وحدة إدارة المشروع اللي هم زمايلي في جهاز شؤون البيئة من السادة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية اللي شاركوا في تنفيذ هذا المشروع. إذا كان لنا إن إحنا في النهاية إن إحنا نوجه كلمة شكر، فبداية نوجه كلمة الشكر لشركاء أحب أن أتوجه لهم بخالص الشكر والعرفان بالجميل: الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، بنك التعمير الألماني، الحكومة الفنلندية. بشكر كل زملائي، السيد رئيس الجهاز، السيد رؤساء القطاعات، السيد رؤساء المدير العموم، كل الشباب زمايلنا في الإدارات اللي ساهموا معنا في إنجاح هذا المشروع. أنا أحب أن أنا أتوجه بخالص الشكر لوحدة إدارة المشروع وعلى رأسها مستر فيل جيكو والمهندسة ميسون وباقي الشباب اللي اشتغلوا واللي ورونا مثل نحتذي كلنا بيه ونتطلع أنه يتكرر في باقي المشروعات. أرجو دائما التوفيق لنا جميعا وكلنا في خدمة الوطن وفي خدمة مصر. شكرا.